اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. البارح تأكد الخبر ديال أن تمديد العطلة ما كاينش. anyway الحاجة اللي خاصك تسمع دابا هي خد عدد كافي من المعلومات ودير ما في جهدك في هاد الفروض. ما تسناش الحجر ولا شي تمديد يعطيك فرصة. استغل هاد الوقت وتريني في الامتحانات. صحيح ديال الامتحانات والامتحانات موجودين في جوجل وغادي ينفعوك باش تاخد الفورميلا ديال كل تمرين. خدم الخيال، تصور الفروض كيفاش غادي تحطو، كيفاش غادي تجاوب عليهم، كيفاش غيكونوا التمارين، شوف فيهم، حس بهم، آمن بهم، وصاوب واحد المخطط في الدماغ ديالك وبدا في البني. anyway هذه هي النصيحة اللي نقدر نعطيك دابا. الله يفرح الجميع وفوكسيو على حاجة وحدة، ديما راه كاينين فرص قدامكم. اللي مازال ما اشتركش في القناة اشترك وفولويني في الانستغرام. تلقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء. الداعم ديال هاد الحلقة هما المشتركين في العرض ديال الاجتماعيات. هذا عرض ديال الاجتماعيات للناس اللي عندهم باك حر علمي، باك احرار علمي، اولى باك علمي. هاد الكورس فيه منهجيات والدروس كاملة في هذا المستوى، هذا أولى باك علمي وباك حر علمي، وفيه مصطلحات مشروحة ومميزات للمشتركين في هذا العرض. هذا ممكن لك أنك تشريه وتستفد منه في هذا النمرة أو في الرابط اللي غيكون تحت هذا الفيديو.